هنتكلم مع بعض في الفيديو ده عن أهم الفيتامينات اللي الجسم محتاجها علشان يعيش حياة صحية. مبدئيا هنقسم الفيتامينات لنوعين اتنين، فيتامينات بتدوب في الدهون وفيتامينات بتدوب في المية. فيتامينات بتدوب في الدهون زي فيتامين A وفيتامين D وفيتامين E وفيتامين كاف أو فيتامين K، اللي هو بالعربي فيتامين ألف وفيتامين د وفيتامين ه وفيتامين كاف. الفيتامينات ديت اللي هي بتدوب في الدهون. عندنا الفيتامينات اللي بتدوب في المياه اللي هي جميع الفيتامينات التانية، أشهرهم فيتامين ب. هنقول في الفيديو ده الفيتامين والأعراض اللي بتحصل في الجسم لما ينقص، لما الفيتامين ده ينقص في الجسم، ومصادر الحصول عليه من الأكل. مش هنتكلم عن الأدوية دلوقتي، مصادر الحصول عليه من الأكل. أول حاجة فيتامين ألف أو فيتامين إيه. أعراض النقص بتاع فيتامين إيه في الجسم: بيحصل التهابات متكررة وخصوصا في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، بيظهر تقرحات في الفم بشكل مستمر، بيحصل العمى الليلي، بيحصل جفاف وتقشر للجلد. يبقى نقولهم تاني: التهابات متكررة خصوصا في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، ظهور تقرحات بشكل مستمر في الفم، العمى الليلي، جفاف وتقشر الجلد. ديت اشهر الاعراض بتاع نقص فيتامين الف او فيتامين ايه. مصادر الحصول عليه من الاكل: عندنا منتجات الالبان زي الجبنة واللبن والقشطة، النباتات زي السبانخ والجزر والخس والكرنب والطماطم والبقوليات والخوخ وعصير البرتقال والقرنبيط. ديت اهم الادوية، اهم الأغذية والأكلات اللي بيوجد فيها فيتامين A. طيب الفيتامين اللي بعده اللي هو فيتامين B. فيتامين B الأعراض النقص بتاع فيتامين B، الأعراض اللي بتحصل في جسمنا لما فيتامين B ينقص في الجسم: الإجهاد المتواصل، تعب بشكل مستمر من غير بذل اي مجهود، بتحس ان الجسم تعبان وفي اجهاد متواصل، عدم القدرة على التركيز، تشقق الشفاء، تلاقي الشفايف متشققة، التحسس من الضوء، بيبقى فيه حساسية كده من الضوء، القلق المستمر، دايما بيبقى فيه قلق وتوتر، واخر حاجة الارق، عدم النوم بشكل سهل. يعني الارق مصادر الحصول على فيتامين ب او فيتامين ب: عندنا الكبد واللحوم والخضروات والفاكهة، الفول السوداني، السبانخ، الكرنب، الجزر، صفار البيض، الخميرة. نخش على تالت فيتامين معانا اللي هو فيتامين سي او فيتامين جيم. اعراض النقص بتاعته في الجسم: اصابة المتكررة بالبرد، الاصابة المتكررة بالبرد. تاني حاجة نزيف اللثة، نزيف اللثة. تالت حاجة عدم الجروح، التئام الجروح بسهولة. ديت أعراض النقص بتاعته: الإصابة المتكررة بالبرد، نزيف اللثة، عدم التئام الجروح بسهولة. مصادر الحصول على فيتامين سي أو فيتامين جيم: الكبد والطحال وبعض الموالح زي عصير الليمون والبرتقال واليوسفي، عندنا الفراولة والجوافة والتفاح، عندنا الفجل والكرنب والبقدونس والطماطم. نخش على الفيتامين اللي بعده اللي هو فيتامين د او فيتامين دي. اعراض النقص بتاعته في الجسم: بيحصل الام في المفاصل والام اسفل الظهر، وبيحصل تساقط في الشعر، وكمان بيأثر على المود بالسلب، بيخلي الشخص دايما في حالة من الاكتئاب او الخمول والكسل. ديت اعراض نقص فيتامين د. طبعا مصادر الحصول عليه، طبعا المصدر الرئيسي هو التعرض للشمس لمدة نص ساعة يوميا، ده طبعا يعتبر المصدر الرئيسي للحصول على فيتامين د، بجانب بعض الاكلات زي صفار البيض واللبن والقشطة وبعض الخضروات والفاكهة. بعد كده فيتامين اي او فيتامين ه. فيتامين اي او فيتامين ه اعراض النقص بتاعته
الشعور بالتعب عند بذل أي مجهود، الشعور بالتعب عند بذل أي مجهود حتى لو مجهود قليل، يبقى في شعور بالتعب متواصل اللي هو فيتامين ه. تاني حاجة عدم التئام الجروح بسهولة. مصادر الحصول عليه، بنحصل على فيتامين ه أو فيتامين إي منين؟ عندنا الخضروات زي الخس والجرجير والبقدونس والسبانخ، عندنا زيت بذرة القطن، زيت الصويا، زيت الذرة، والقمح. ديت كده كانت الفيتامينات اللي معانا في الفيديو ده، اتكلمنا عن أعراض النقص بتاع كل فيتامين اللي بيحصل في جسمنا ايه، واتكلمنا عن المصادر اللي بنحصل من خلالها على الفيتامينات ديت. طبعا المصادر اللي هي الغذائية، الأكل اللي بنحصل عليه على الفيتامينات دي. ممكن نخلي الأدوية تبقى في فيديو تاني خالص، نتكلم عن جميع الفيتامينات ديت والأدوية اللي ممكن ناخدها كمكملات غذائية. أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ياريت تدعمونا بلايك للفيديو، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا لكم، إلى أن نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.